افكر فيك كتير مالي عليك مجنون ولا بيصعب علي حالي وبكتب لك كلام معصوم. هي حاجة تدعو للفخر جداً لما تلاقي أنغام أولوية كبيرة في خطة هيئة الترفيه السعودية بعد ما احتفلوا بتاريخ الموسيقار هاني شنودة. جي وقت تكريم صوت مصر، وهي فعلاً صوت مصر اللي شامخ من أكتر من 40 سنة ولسه عطائها الفني مستمر. لما نقول اسم أنغام لازم نحس فعلاً بالفخر، صوت ما جاش زيه اتنين، تاريخ فني وموسيقي متجدد وحنون وقوي. على قد ما حياتها الشخصية فيها تقلبات لكن مستواها الفني ثابت وما بيتهزش، وده سر نجاح أنغام من ساعة ما طلعت وهي طفلة صغيرة في الثمانينات تغني على المسرح ولا كأنها امرأة أربعينية واثقة في نفسها. لما قالت أنا في عيوب كتيرة عصبية وكل غيرة، كانت لسه طفلة مراهقة عندها 15 أو 16 سنة، بس برضو عندها صوت هز العالم. المستشار تركي آل شيخ بيحب أنغام بشكل فوق الخيال، بيقدر مشوارها الفني ودايماً ليها أولوية في حفلات موسم الرياض والتكريمات والمهرجانات الفنية في السعودية، لغاية ما قرر تتويجها في ليلة خاصة بمشاركة كل اللي ساهموا في نجاح مشوارها الفني، بحضور فنانين وملحنين وشعراء فرقوا في مشوار أنغام وفي حياتها الفنية عموماً. طلعت سلطانة الطرب على المسرح تحتفل وتتكرم وتسلطن الجمهور السعودي وجمهور الوطن العربي اللي قعد يجي 5 ساعات قدام التلفزيون يتفرج على العظمة اللي بتحصل. أنغام اللي اجتمع على حبها العالم كله، وقفت على مسرح أبو بكر سالم وجنبها أحلام وتامر عاشور ومحمد حمائي، والمفاجأة الكبيرة كانت ويجز، الولد الذكي الشاطر اللي المستقبل الجاي بتاعه. عارفين يعني ايه أنغام تقول كده عن ويجز؟ على رأي اللي قال أحلام العصاري فعلا، أنغام واقفة تغني البخت مع ويجز على المسرح، خطوة ولا في الأحلام، مشهد محدش كان يتوقعه أبدا، رغم إنه مش جديد على السلطانة اللي دايما بتدعم الشباب وبتدي فرصة لحد عنده موهبة حقيقية. واسألوا كارمن سليمان اللي بتاخد منها دعم وتشجيع وفرص مهولة، دي حتى بترشحها تقدم سيرتها الذاتية في يوم من الأيام. وقفت أنغام على المسرح تغني مصري وخليجي وبكل اللهجات، وجنبها مصدر الثقة الكبيرة اللي عمره ما خزلها ولا خزلنا، المايسترو هاني فرحات، اللي بينهم دويتو فني وإحساس عالي جدا دايما بيبهرنا، هو الوحيد اللي يقدر يخليها تتألق في ليلة زي دي. شكرت أنغام والدها الملحن محمد علي سليمان اللي شاف مستقبلها من وهي عيلة صغيرة، ووالدتها اللي بتراعيها لحد النهارده هي وولادها الاثنين اللي دايما بيكونوا اختيارها الاول، وكان اول الناس على المسرح جنبها يكرموها بوجودهم وبالورد اللي تستحقه واكتر. شرفتينا يا صوت مصر، ودايما متالقه على المسرح جوه وبره، ومستنين كل العظمه اللي في الدنيا زي ما انتي معودانا دايما.